بسم الله الرحمن الرحيم. العقرب ان شاء الله جاي له مكافأة مالية في شغله ان شاء الله، او فلوس من اهله، بابا مامته، الزوجة جوزها هيديها رشة جريئة كده ان شاء الله، في فلوس جايالك، او الناس اللي عندها ورث متعلق او متأخر ان شاء الله دلوقتي هيبتدوا الدنيا تمشي وهيبتدي يجني فلوس. المهم انها فلوس من حد اكبر منك. الموضوع ده هيترتب عليه حالة مادية احسن، في تطور في الحالة المادية، ده مش زي بقى المجموعة الاولى، في هنا تطور الحمد لله وتطور تاني بعدها ما شاء الله. في علو شأن هنا، زي ما تقولوا اللي بيشتغل عنده ترقية، او في حالة انتصار، في حاجة هو بيعملها ومبسوط فخور بيها والناس بتبارك وبتهني، ويمكن المباركة والتهنئة دي يكون لحاجة تانية تخص ارتباط او زواج كمان ما شاء الله. في كمان شايفة عيلة جديدة، اولا في الاول ارتباط وحب، الناس اللي اوريدي في حالة ارتباط شكل كده هيتم زواج، الناس المرتبطين اوريدي شكل الحالة عندهم الحمد لله العائلية مستقرة والدنيا يعني كويسة. العقرب عنده كمان strength، ده بيوحي بقلة القوة، بمعنى انت مش بتواجه كفاية يا عقرب، مش بتطلع كل اللي عندك، يعني لو حد جه عليك، لو حد زعلك مش بترد على طول، او مش بتاخد حقك، مش بتتكلم بالطريقة المظبوطة، او ممكن يكون انت عندك بتتعامل مع شخص قوي جدا، فقرة مش فقرة، فقرة بالقاف، بتتعامل مع شخص قوي، شخصيته قوية، وانت مروده بحنيتك وبعقلك وباتزانك وحاجات كده حلوة. عندنا كمان 7 of pentacles، في عندنا حيرة من حالة من مبلغ مادي معين. افتكر انت لما ان شاء الله بإذن الله هيجيلك المبلغ المادي ده تبقى عايز تجيب حاجة، either هتفكر اجيبها دلوقتي ولا استنى، ولا الفلوس مش مكفية قوي فانت بتفكر اجيب الباقي منين، او في حاجة، في عملية بيع او شراء، في حاجة تخص المال شغالة عندك وشغلات جامد جدا جدا وانت عمال تفكر فيها. في كمان Queen of Swords، ما شاء الله الحالة المادية اللي بتتطور والترقية او العلو الشأن اللي حصل ده عامل لك قوة. Queen of Swords بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انت بتاخد قرارات صعبة، في مرحلة ان انت بتاخد قرارات صعبة، اللي بيطلبوا منك الكارت ده لو سمحت تصفي ذهنك تماما قبل ما تاخد اي قرار، لانه انت بتاخد قرارات مهمة دلوقتي، وما تطلقش احكام على حد الا لما تكون فعلا واصل لمرحله من النيوترال. يعني ايه؟ يعني ما عندكش احساس معين، ما عندكش انفعال شغال معين، مش حاسس بغضب، مش حاسس بحزن، لان انا شايفه هنا في عمليه، في حاله حزن شويه وانغماس في الذات ومركز جواك. الحاله دي ما اعتقدش انها تخص شريك خالص، دي ممكن تكون بتخص قرايب، بتخص صحاب. مكافاه الماليه خدتها النهارده، مبروك يا هدى. مبروك، الحمد لله. فانت ايه، تريس كده قبل ما تاخد اي قرار. عايز اقول لكم الكات ده كان طلع عند الحوت، وانا اختي حوت والحمد لله برضو جات لها الترقيه، وبعتت لي مع انها بصراحه مش مقتنعه بيا خالص، بس قالت لي قرايتك طلعت صح وترقت فعلا الحمد لله. طيب هلخص القراءه بسرعه، في هنا مبلغ مالي هيجي لك مكافأة في عمل، او ورث متأخر ان شاء الله هتجنيه، او اب وام بيدوا لاولادهم، او زوج بيدي لمراته، مهم انه شخص اعلى بيدي حد. الموضوع ده هيعمل لك الحمد لله امان وتطور مادي كويس جدا. في هنا حالة تهنئة، حالة زي ما قلنا دي ممكن تكون ترقية كمان، يعني مكافأة وترقية بسم الله ما شاء الله، وتطور مادي اكتر بعدها، شكل هيحصل بقى عندها ايه، زيادة في المرتب مثلا، المرتب هيزيد اكتر، ففي تطور
كمان في الحالة المادية زي ما قلنا هنا في مرحلة أخذ قرارات مصيرية أو قرارات مهمة، في هنا شخص قوي وذو شأن أنت مسيطر عليه بعقلك وبأسلوبك وبطريقتك الكويسة، في هنا حيرة من ناحية حالة مادية معينة، استنى اشتري دلوقتي ولا استنى. نسيت اقول لكم الكارت نصيحته، جمع معلومات يا عقرب قبل ما تقوم بأي خطوة. شايفة قدامي هنا حب the lovers الناس، بس ده مش حب جديد، ده حب قائم بالفعل، دي مش علاقة جديدة. ده ارتباط بس قوي شوية وحينجم عنه ان شاء الله، بداية عيلة جديدة بإذن الله. ان شاء الله كلامك صح، بشكرك يا جينا. وهنا بس انت زعلان من حاجة ومنغمس في ذاتك، مستني حد يصلحك، يعني ممكن يكون حد زعلك غلط فيك، بس بدل لما تزعل لو هو الوضع كده ارجوك واجه، لان ده كمان بيدل على قلة المواجهة. طيب طيب بقول لك ايه يا رشد، انت بعت لي كذا، يعني بعت لي سكرين شوت فيها كذا حاجة، ابص على انهي سؤال يعني؟ مش ممكن هرد عليه، اكيد انت بعتها لي علشان سؤال واحد. كلمك صح بجد هارون، بشكرك جدا جدا. تونا انا اللي بموت فيك يا روحي، بشكرك. عاطف سمعتي، عايز اعرف التور التعامل انثى مع اقرب رجل، تور مع اقرب رجل. بصوا يا جماعه طريقه التعامل دي انا مش يعني انا مش ماليش فيها الصراحه، ما اعرفش اقول لك تتعامل ازاي. انا ليا كروت بقراها باخد منها طاقه معينه واقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي، انما ده سؤال يعني جنرال قوي انه ما اقدرش اقول لك الصراحه. انا اسف حاليا عنده زحمه افكار. اوكي كويس قوي. طب طالما في زحمه افكار ما ناخدش قرارات مهمه، نستنى لما الدنيا تهدى شويه والزحمه دي تخف. وعليكم السلام يا خلود، اهلا اهلا. ميرسي يا سلمى على الهارتس الحلوه دي. بالارام ده مريضه. ميرسي جدا يا احمد، انت حضرتك بتكلنا بالنسبه لك مرضى. طيب شكرا. اوكي وطلع من طلع بره احمد، الحمد لله. فعلا مستنيه فلوس باذن الله جايه يا نونا. حصل فعلا، كويس يا جوجا. وانا كمان خدت مكافاه ماليه النهارده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صح انت رهيبه، نايس 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 نايس. اوكي حلو قوي، تمام. الدلو احمد، احنا بنقول برج واحد في اليوم، النهارده يوم العقرب. الدلو لا ان شاء الله الابراج هتتقال كلها، هتتعاد تاني الشهر الجديد. طيب ناخد بقى ايه الحاله العاطفيه بتاعت المجموعه الثانيه كلهم. طب ده ايه يا رشد، انا مش فاهمه حبيبي، يعني دي اسئله ولا ايه؟ طيب ده كلهم نفس الحاجه اصلا. حاضر ماشي. طيب لما نخلص بس اقريه. اوكي لا 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 ما تكتبهاش ولا حاجه، سكرين شوت زي ما انت بتعمل كده تمام. العرب كله يا جانا، كله كله كلها كلها. طيب الحاجة العاطفية، معلش يا جماعة لازم اخد وقتي بس في التفنيط، التفنيط ده مهم جدا جدا جدا. مرة كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. مالكوا يا عقرب؟ في ايه؟ لا في ايه بجد؟ حقيقي؟ لا معلش في ايه؟ هي مش شايفه تعليق اللي يا ايلا. انا مش هقدر طبعا اشوف تعليق كل الناس،
وفي وسط القرايه ما بشوفش تعليقات خالص. معاك ومعاكي الادمنز راشد وولاء، الحمد لله يعني ربنا يقدرهم، بيحاولوا يردوا على اكتر قدر من الاسئله. ما حدش يزعل لو ما بشوفش تعليقه، لان في كروت انا ببص عليها ولازم تبقى عيني عليها، ما تزعلش. طيب العقرب عايز ايه؟ العقرب في حاله انسحاب، عايز ينسحب وعايز يقعد يفكر لوحده زي ما انتوا شايفين في الكارت كده. اوكي، طالما ما طلعش كارت يقول ان الصحه ما فيهاش ان فيها مشكله، يبقى الحمد لله الصحه كويسه جدا ان شاء الله. اللي كان بيسال عن صحه العقرب، الحمد لله الصحه معقوله جدا. فهو حابب ينسحب، حابب يفكر لوحده من غير تاثير الشريك عليه. نفسه في ايه كمان؟ ممكن يكون ده حمل متاخر، نفسه في ذا امبرس دي بتاعه الخصوبه، نفسه في مولود، او نفسه في حب غير مشروط. يعني هو عايز حب من نوع معين، حب الام لابنها، يعني حب كده اللي هو ايه، ما فيهوش اي مصالح، ما فيهوش اي خد وهات، يعني حاجه روحانيه بحته. زي ما قلت لكم هو يعني برج حالم قوي العقرب. I took a screenshot يا صوفيا of your question and I will be back to you. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه مجروح، حزين، زعلان، بينضب حوصه، يعني عنده في حالة ندب. اوكي، الطاقة عندكم متقلبة جدا، طالعة نازلة، شوية كويسة، شوية كويسين، شوية وحشين، لكن متقلبة جدا. شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز مرحلة جديدة، يعني هل هو قرب يتخلى عنك؟ قرب يفقد الأمل؟ أنا حاسة إن هو قرب يفقد الأمل خلاص، لأنه بصوا سيوف كتير قوي، خلاص تعب، هو فعلا متأزم زي ما أنت شايفه فعلا بالظبط. حاضر يا أيدي، شايفك إزاي؟ شايفك بقيت غامض، يعني بقيت ساكت، ما بتتكلمش، اما ان انت بتخبي عليه حاجه، حاجه من الاثنين، يا اما بتخبي عليه شيء. في ايه دلوقتي؟ في حاله هروب، ده اما انه مش عايزين تجرحوا بعض، او في طرف مش عايز يجرح التاني فبيفضل يسكت، حاله هروب، يعني بتتجنبوا بعض. شايفة الموقف صعب، انتوا في موقف صعب، ده بيدل على موقف صعب، وابتديتوا تتوجهوا نحو ربنا ونحو الدين، وزي ما تقولوا كده بتطلبوا طالبين مساعدة ربنا في الموقف اللي انتوا فيه، وهو مفيش احسن منه يساعدكم. طيب في كمان عندي الموضوع ابتدى يدخل فيه اطراف كتير، اما دي عقبات بتواجهكم او دي خناقة بقى خلاص كبرت وتدخل فيها اشخاص كتير. اوكي، هلخص القراءة بسرعة، مش عارفة اقول لكم ايه. الوضع سيء جدا، ده اللي انا شايفاه. يا جماعة اللي مش منطبق عليه الكلام ده، يا ريت ما تسمعوش القراءة، حتى لو دي مجموعتكم ما تسمعوش الكلام خالص. صح جدا، احي دي حقيقة، احي ماشي. طيب صح صح فعلا. طيب هعيد هلخص القراءة. العقرب في حالة انسحاب وحابب ان هو يقعد يفكر لوحده، نفسه في حب غير مشروط، حب الام لولادها او الاب يعني لولاده، حب حقيقي يعني من نابع من القلب، او ممكن يكون نفسه في مولود. شايف شريكه زعلان وقلبه مجروح، الطاقة ما بينكم متقلبة جدا، طالعة نازلة. في هنا page of swords، الشريك عايز مرحلة جديدة ونفسه الألم يخلص، نفسه الألم يقف، لأنه متألم جامد وشايفك بقيت غريب عنه وبتتغير عليه، وبقيت حتى حاسس ان انت بتخبي عليه. في حالة هروب دلوقتي، بتهربوا من مواجهة، في موقف صعب داخلين عليه، وبعدها شايفة خناقة هتحتد والدنيا هتزيد أكتر. طيب كلمه منطقي وراح جدا وصح جدا للاسف. طيب ايه الحل؟ ما الحل؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه في الموقف ده؟ اوكي،
نعمل تعملوا ايه؟ معلش انا المجموعة دي كمان معلش انا محتاجة ازود لها كده كام كارت، لان برضو الحالة يعني متهببة، يعني ده كده اسمه دي حالة متهببة. العقرب المفروض يعمل ايه؟ طيب انا شايفة ان العقرب محتاج ان هو، هقول لكم حالا هيعمل ايه. اولا يبتدي يسيطر على نفسه بقى شويه، سيطر على نفسه ومسيطر على الموقف. يعني هنشوف المشكله مثلا اساسها فين، اساس المشكله، وخلي بالك من الاساس دي عقرب، عشان انت بتبص على حاجات بره كده وما بتاخدش بالك من المشكله الاساسيه. بص المشكله الاساسيه فين وسيطر عليها، حلها، حل دي، حل المشكله دي. يعني ايا كانت، انا ما اقدرش ادي مثال، يعني احسم الموضوع. لو هو مثلا مشكله ولاده متاخره، حمل متاخر، رحتوا للدكاتره بتاعتكم وظبطتوا الحاجات بتاعتكم كلها، عملت كل اللي انت ممكن تعمله في الموضوع ده، عملت، خلاص مفيش امل، خلاص مفيش امل، نتواجه يا جماعه، هو ده 1 2 3 وده اللي عندي وده اللي هيحصل، طب كذا كذا، انهي الموضوع، امسك زمام الامور. فاهم قصدي؟ ده ماسك زمام الامور. بعدين هنبتدي بقى نهدى شوية، دي طاقة روحانية شوية، دمون طاقة القمر. يعني نبتدي نتنفس بالراحة، نبتدي نتعبد شوية، نبتدي ندخل جوه ذاتنا شوية وندور جوانا كده، ناخد وقت ان شاء الله حتى نص ساعة في اليوم ده، تقعدوا كده لوحدكم شوية في الجو هادي، وتحاولوا ان انتوا تدخلوا جوه فكركم، خشوا جوه فكركم. أنا ليه بعمل كده وشريكي بيعمل كده ليه؟ بهدوء، وحاولوا توصلوا لحل. الموضوع مش منتهي، في مشاعر جديدة وفي مولود جديد. يعني الناس اللي عندها مشكلة مولود، بإذن الله في مولود جديد، بس محتاجين نمسك زمام الأمور، محتاجين نعمل حاجات بإيدينا. يعني بصوا ماسك بإيديه حاجات وابتدى يتحرك حركة، نبتدي نتحرك. ده كمان ده تشاريت بتوحي بالحركة، نبتدي نتحرك، نبتدي يعني نتأمل نفسنا شوية، نتأمل أخطائنا كمان يا جماعة، نواجه نفسنا بأخطائنا، غلطنا في 1 2 3 نبتدي نصلح، بعدها النهاية حلوة جدا. فراق ما شفتش، اللي هيقول لي في انفصال، احنا سيبنا بعض، أنا مش شايفة انفصال. مش شايفة انفصال.